هاي دير ستودنتس، نايس تو ميت يو. أعزائي طلبة الصف الأول المتوسط، نحييكم في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية. Open your students book on page 26، صفحة 26، unit 3، lesson 7، The Hungry Fox، الثعلب الجائع. Read the story، اقرأ القصة. And answer the questions، وأجب على الأسئلة. طبعا الأسئلة ذني، Why did the fox، لماذا الثعلب want to find the chickens، يريد أن يجد الدجاجات؟ هذا السؤال. سؤال آخر، What did the fox، ماذا فعل الفوكس؟ Tell the bird، ماذا قال الثعلب للطير؟ Do you believe the fox، أيضا هذا السؤال عبارة عن سؤال أيضا هنا، لك Do you believe the fox، هل تثق بالثعالب؟ أيضا هنا سؤال آخر يقول Why was the fox laughing، لماذا ضحك الثعلب؟ هاي الأسئلة كلها راح نجاوبها بعد ما نقرأ القصة. The hungry fox، الثعلب الجائع. One day، في أحد الأيام، a fox، ثعلب، was looking for food، كان يبحث عن الفود، الطعام. On a farm، في حقل، he saw a bird، هو شاهد a bird، طيرا. On a shed، على غصن. Hello، said the fox، hello، قال الثعلب. I'm hungry، أنا جائع. Have you seen the chickens، هل شاهدت الدجاجات؟ No، I haven't، لا، أنا لم أفعل. They are my friends، هن صديقاتي. Go away، اذهب بعيدا، said the bird angrily، قال الطير بغضب. The fox saw some meat، الثعلب شاهد بعض اللحم. Under the bird's foot، تحت رجل الطير. Can I have some meat، ممكن أن أحصل على بعض اللحم؟ Please، رجاء. He asked politely، هو طلب بتأدب. I'm very very hungry، أنا جدا جدا جائع. I haven't eaten today، أنا لم أكل اليوم. No، you can't، لا، أنت لا تستطيع. It's mine، إنها لي، said the bird، قال الطير. The fox thought، الثعلب فكر. For a minute، لدقيقة. Have you sung today، هل غنيت اليوم؟ Asked the fox، سأل الثعلب. Slowly، ببطء. I haven't heard you، أنا لم أسمعك. They tell me، هم يقولون لي. You can sing very well، بأنك تغني جيدا. That's right، هذا صحيح. Said the bird، قال الطير. Sing for me، غني لي. Please، رجاء. Said the fox، قال الثعلب. Alright، حسنا. Said the bird، قال الطير. And began to sing، وبدأ يغني. You sing beautifully، أنت تغني بصورة جميلة. Said the fox، قال الطير، قال الثعلب. Can you sing from that tree، ممكن أن تغني from that tree، من تلك الشجرة. طبعا هنا صعد الطير على الشجرة وظل يغني. رد عليه الطير، قال thank you، شكرا. Said the bird، قال الطير. And flew up، وطار to the tree، وطار إلى الشجرة، مثل هاي الصورة. The fox picked up the meat، الثعلب التقط اللحم quickly، بسرعة. And ran away، وركض بعيدا. Laughing loudly، ضاحكا بصوت عالي. نرجع للأسئلة حول القطعة. Why did the fox، لماذا الثعلب want، يرغب، to find the chickens، أن يجد الدجاجات؟ الجواب، the fox was hungry، الثعلب كان جائعا. 2. What did the fox tell the bird، ماذا قال الثعلب للطير؟ You sing beautifully، أنت تغني بصورة جميلة. 3. Do you believe the fox، هل تثق بالثعالب؟ No، لا، أو كلا. Why was the fox laughing، لماذا ضحك الثعلب؟ Because، بسبب، he picked up the meat، لأنه التقط اللحم. عندنا هنا موضوع adverbs of manner، ظروف الحال. يقول the bird's song was beautiful،
أغنية الطير كانت was the bird's song أغنية الطير was beautiful كانت جميلة. أو نقول the bird sang beautifully أو نقول the الطير غنى بصورة جميلة. شوف لاحظ أنا beautiful beautiful شوف ضفنا ly لتحويل الصفة إلى ظرف حال نضف ly إلى الصفة تتحول إلى ظرف حال. وطبعا الصفة تختلف عن ظرف الحال، الصفة تصف الاسم لكن الظرف الحال يصف حالة الفعل. يعني أغنيته شني beautifully تغنى طريقة الغناء مالته طريقة فعل الغناء مالته beautifully بصورة جميلة. فهنا هو الفرق بين الصفة والظرف الحال، الصفة اللي تصف الاسم والظرف الحال يصف حالة الفعل. The fox had love. The fox I'm sorry The fox had a lot of love. الطير أو الثعلب لديه ضحكة عالية. The fox laughed loudly. الثعلب ضحكته ضحك loudly بصوت عالي. أيضا هنا ظرف الحال، ظرف الحال قلنا وصفنا حالة فعل الضحك بصورة loudly بصورة عالية. Adverbs of manner ظروف الحال tell us تخبرنا how somebody كيف أحد ما does something فعل شيء ما. We add نضيف ly نضيف ly to the adjective نضيف ly إلى الصفة to make most of them لعمل الكثير منها. طبعا هنا أضافت أكو طبعا هي قاعدة عامة نضيف ly للصفة وتحول إلى ضف، لكن أكو بعض الصفات شاذة ما نضيف لها ly. هسه راح ناخذها we add ly نعم قلنا to the adjective نضيف ly الى الصفه to make most of them لنكون الكثير من الظروف. be careful كن حذرا هنا y sometimes change to i يقول لنا الصف اذا انتهت الصفه بالحرف الواي من نريد نضيف ly الى الصفه نحول الواي الى i ونضيف ly. مثلا he was angry هو كان غاضبا he shouted angrily هو صاح بغضب. شوف هنا angry هنا قبل لا ضفنا ال y حولنا ال y الى i صارت angrily. different adverbs ظروف مختلفة he has fast car هو لديه fast car سيارة هنا صفة السيارة سريعة fast car سيارة سريعة. he drives fast هو يسوق بسرعة. شوف هنا ظرف الحال هنا وصف حالة الفعل لكن هنا الصفة وصفت الاسم وصفت السيارة لكن هنا ما ضفنا ly. هذا من الصفات الشاذة اللي قلنا عليها، هاي الصفات من تتحول إلى ظرف ما نضيف لها ly يعني كصفة وكظرف نفس الشيء. she is good singer هي مغنية جيدة. she sings well هي تغني بصورة جيدة. شوف هنا الجود ما ضفنا لها ly حتى نحولها لظرف، لا هنا الجود هم شاذة فتحويلها لظرف الحال تتحول إلى well. وذني يعني هاي الملاحظات مهمة جدا ويجب أن تحفظ. الآن ننتقل إلى تمارين الأكتيفيتي بوك بيج 36 صفحة 36 لسن 7 يونت 3 يونت 3 لسن 7 اكسرسايز A بيج 36 صفحة 36. find adverbs جد ظروف الحال of manner adverbs of manner in the story في القصة on page 26 في صفحة 26. يعني القصة اللي قريناها قبل شوية يريد انك تستخرج ظروف الحال الموجودة بها of your students book لكتاب الطالب and write them واكتبها هنا write them here واكتبها هنا. يعني استخرج ظروف الحال ارجع للقصة قرأتها واستخرج الظروف الحال اللي بها واكتبها بالمكانات هاي او بالسطرين ذني. واحنا قلنا ظروف الحال اكثر الظروف تنتهي ب ly عدا الشواذ اللي اخذناها قبل شوية. يكون حل التمرين هنا الصفة الأولى الظرف الأول beautifully بصورة جميلة loudly بصوت عالي angrily بغضب fast بسرعة هو well بصورة جيدة. عندنا ظروف الحال adverbs of manner ظروف الحال تخبرنا عن كيفية حصول الفعل تخبرنا عن كيفية حصول الفعل وصف حالة الفعل. the bird's song أغنية الطير was beautiful جميلة. The bird song الطير غنى beautifully بصورة جميلة تضاف ly إلى الصفة لعمل العديد من ظروف الحالة.
The fox had a loud laugh. الفوكس الثعلب لديه ضحكة عالية. The fox laughed loudly. الثعلب ضحك بصوت عالي. loudly. Angry, angrily. صفات لا تضاف إليها هي الوايلي. عمل ظروف الحال شاذة مثل كلمة good تصير well. وكذلك كلمة fast تبقى نفسها fast. Exercise B تمرين B. Choose an adverb. اكتب اختار ظرف to complete the sentences اللي تكمل الجمل. هذا طبعا تمرين يحفظ. الظروف اللي موجودة هنا بالصندوق تسقطها على الفراغات المناسبة. فيكون حل التمرين بالشكل التالي. الكلمات هاي باللون الأحمر هي تسقطها بالفراغات. هدى بوت ذا جلاس. هدى بوت ذا جلاس. هدى وضعت الجلاس داون. القدح carefully هنا بعناية. because بسبب she did not want لأنها لا تريد to break it أن تكسره. 2. فيصل did the test. فيصل عمل الامتحان easily بسهولة and got good marks وحصل على درجات جيدة easily. أمال sang quietly. أمال غنت بهدوء. because بسبب the baby was sleeping لأن البيبي كان نائما الطفل كان نائما. father shouted الوالد صاح angrily بغضب when he saw عندما رأى the broke window عندما رأى الشباك المكسور. exercise C تمرين C make adverbs اجعل الظروف from the words أو كون ظروف من هذه الكلمات. الكلمات طبعا الصفات نحولها إلى ظروف نفس القاعدة اللي احنا ذكرناها قبل سابقا. فيكون حل التمرين happy يصير happily sad sadly noisy noisily bad badly ونايس nicely. يريد هنا ذني بعد ما تكمل التمرين تكون جمل من خلال ذني الظروف. سوي جمل مثلا هنا قوانا الجملة الأولى she always laughs happily هي دائما تضحك بسعادة. she cried sadly هي صاحت بحزن. أحمد was playing noisily أحمد كان يلعب بصوت عالي أو بضوضاء. تمرين الدي exercise read to talk read and talk اقرأ وتحدث students أي هنا طبعا هاي محادثة بين الطلاب يعملونها وهاي المحادثة عبارة عن جزئين. جزء هنا دي بالصفحة بيج طبعا هنا محادثتين. محادثة هنا الأولى وهاي المحادثة اللي جواها المحادثة الأخرى. هنا والصفحة اللي وراها تكملة المحادثات يعني الصفحة اللي وراها مباشرة تكملة المحادثات. واحدة بصفحة 38 واللي قبلها صفحة 37. ذني هنا شلون نسويهن كمحادثة بين الطلاب طبعا يأدونهن داخل الصف. هنا مثلا هنا المحادثة الأولى اللي هي صفحة 37 37 هنا يعني تختار واحدة من ذني العبارات حتى تصير عندك محادثة. الجواب اللي هنا برقم 2 راح يكون وين نلقي بالصفحة التالية يعني بالضبط هنا بالصفحة يعني بصفحة 38 هنا السؤال عندنا الجواب what is it أو what is the matter من المشكلة أو what is wrong من الخطأ. هنا شي جواب يقول I've forgotten to bring أنا نسيت لأن أجلب my money نسيت أجلب مالي أو I haven't brought أو لم أجلب my purse محفظتي. هنا شي راح يقول never mind لا تقلق أو لا عليك I'll lend you some money سوف أعيرك بعض المال أو سوف أعيرك mine مالتي. هنا جواب يقول thank you very much شكرا جزيلا that is very kind of you هذا جدا رائع عطف منك أو nice for of you هذا جميل منك. يرد عليه يقول that's alright هذا حسنا أو that's okay أو هذا رائع أو هذا جميل. هذا طبعا المحادثة الأولى بهالشكل هذا. أيضا هاي الشغلة نطبقها مع المحادثة الأخرى
يقول I lost my pen، أنا فقدت قلمي، أو I can't find my camera، أو لا أستطيع إيجاد الكاميرا. جوابه راح يكون بالصفحة اللي أخرى، يقول له Don't worry، لا تقلق، you can use mine، بإمكانك استخدام مالتي، أو I'll help you look for it، أنا سوف أساعدك بالبحث عنها، أو Don't worry، لا تقلق، you borrow mine، أنت تستعير مالتي. يعني هاي بالنسبة للمحادثين تتداخل المحادثات وتصير نشاط داخل الصف. هذا كل ما موجود بدرسنا أعزائي الطلبة. Meet you next time.